مرحبا لؤي بيك. أهلين فرات بيك. مرحبا. أهلا وسهلا. الوردات عندي مرضوا جايين نشتري لهم دواء. يعطيكم العافية، إذا هيك بلا ما آخركم. طيب منشوفك إن شاء الله، مع السلامة. الله يسلمك. يسعد أوقاتك. وأوقاتك سيادة النقيب. بيقديش هدول؟ أنت اعتمد ومن راعيك أكيد. شكرا، أنا سألت فضول بس. يلا سلام. أهلا وسهلا. رح آخذ هاد ماشي. تكرم. عم يساوي خناقات مع رفقاته. ليش؟ شو السبب؟ اليوم سلم وظيفته باسم عائشة مو باسمه. إذا استمر على هالحالة ممكن تكون عقوبته هي الطرد. كل حكيك مفهوم، طردني وخليني روح. شفتي بعيونك نارين خانو؟ لو سمحتي حاكي بركي بيرد عليكي، ما ممكن اتفاهم معه. شبك ابني، كيف تحكي مع مديرك بهالطريقة؟ لا تواخذني يا حضرة المدير، بالفترة الأخيرة صارت معنا ظروف قاسية، أكيد بتكون أثرت عليه. بس أرجع البيت رح حاول نتفاهم. بطلب من حضرتك تمهلني، لا تعمل له عقوبات لو سمحت. آخر إنذار يا خانو، وهالشي مشانك. كلك ذوق، يلا عن إذنك. مع السلامة. شو بدي أقول؟ ليش عم تساوي كل هالخناقات؟ أنت ما كنت تعمل هيك شغلات يا بلال، قل لي من وين طلعت بكل هالقصص؟ هي صارت، أنا ما ساويتها. ولا تهاجميني أنت كمان. شو يعني أنت مجبور بعائشة وباللي خلفوها؟ بعدين شوف هي وأختها شو طلع مستواهم. هلأ هذا هو رأيك فيها؟ قلتي لي عائشة بنت مرباية، كيف غيرتي رأيك؟ ايه تغير من اللي شفته، أنا ما كنت بعرف أنه نبال أختها، بس هلأ عرفتهم. على أساس عرفتيهم؟ بلال، أنت من اليوم رح تقطع كل علاقتك بعائشة، عم تفهم علي؟ لا أمي، ما رح أتركها لعائشة، الكل لازم يعرفوا بهالشي. مو وعيان على الأذى اللي عم بيصير لك من وراها لهالمخلوقة؟ لا، في شخص واحد عم يأذيني، على طول عم بيلاحقني وعلى طول عم يستجوبني. شو بدها هديك المرة؟ وين انت بلال؟ شو عم تعمل؟ ولا تأخذ وتعطي مع أخواتك، حسك عينك تخالف كلام عمك. قلت لي أخواتك لكان؟ أمي الله يخليكي، أنا شو عم أقول وأنت شو عم تقولي؟ ماني طايق حالي، تركيني هلأ. كأنك عايشة بهالدنيا بس مشاني، لاقيلك شغلة تانية تشغلي حالك فيها. ايه مشانك أنا عايشة. خلطوا هالبودرات بخمس لترات مي، وفي عنا مرشات خاصة. فهمت عليك. في عندك حدا يعمل هالشي؟ ايه أنا برش. هي بتعملها؟ والولاد جاهزين للشغل. في عنا هدول المرشات، كتير مناح، مريحين بالاستعمال، ومنشان ما حدا ينأذى حطوا كمامات. أكيد. طيب رح ناخد حذرنا. شكرا. نارين خانم، مرحبا. أهلين، شو هالصدفة لؤي بيك؟ كتير منيح إني شفتك هون، لأنه كنت بدي أمرق لعندك. خير إن شاء الله. مو جبتي لحم الضحية لعنا؟ الشباب اللي عندي مشان يتشكروك جابوا لك هالإشارة بهدية، وأنا أجيت لأعطيك إياها. ما تواخذني لأني ما رح أقدر أقبلها، يعني ما كان إلا داعي. الشباب رح يزعلوا هيك، هنن قصدوا يتشكروك فيها، لو سمحتي. طيب إذا مصر، يا ريت تشكرهم بالنيابة عني. بس إن شاء الله يعجبك. سلامي للكل. خلص بيوصل.